استاذي ومعلمتي. بلخص لك كلماتي زي ما عم بلخص حياتي، كلمة واحدة. متأكدة إنها ما بتكفي، بس هقل ما فيها. شكرا. شكرا على محبتكم، على تشجيعكم، على تضحيتكم. شكرا على وقتكم، على تعبكم، على مساعدتكم، على شغلكم، على تربيتكم. من هون تاركينكم واهتماماتكم أختي وتعليماتكم ماشيين، جداتكم مطبقين، لأننا عارفين إنه هي الطريق، وبهي الطريق بتكمن مصلحتنا. كيف ممكن أكون ناكر جميل؟ وبكلمة شكر أنهي عمل 12 سنة إلكم الهنين، وراسي ورح نضل رفيع. من علمني حرفا صرت له عبدا. زي ما قال جبران خليل جبران، إلى الروح التي عانقت روحي، إلى القلب الذي سكب أسراره، في قلبي، إلى اليد التي أوقدت شعلة عواطفي. أرفع هذه الكلمات. مدرستي حبيبتي، يا بيتنا الدائم، فيك تعلمنا، فيك تثقفنا، فيك كوننا عيلتنا، تغطينا، دفتينا، وتحت سقفك حميتينا، اختبرتينا، بكيتينا، بس لجامعاتنا حضرتينا. هي دقة قلبي عم تنبض لك كلمات الوداع يا مدرستي. أولاد وبنات صف يا رفاق دربي، هاي اللحظة اللي كلنا انتصرنا خالص قلب توت على جسر المدرسة، كلنا وقفنا وقبل ما نبدأ نودع بعض وتمانا نسوى بعض. بدي تكونوا متأكدين إنه بذكرياتي باقيين وبقلبي رح تضلوا قاعدين. طبعا كل واحد رايح فينا على طريق، بس رح نضل نردد ذكريات حتى لو مش فارقين. انتوا اللي بكلماتكم شجعتوني، عطاتكم دفتوني، بتفري تحملتوني. 12 سنة شالي بشقلال وهي مبنى رح ضل بالبال.